بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. معكم اخوكم عبد الناصر احمد بعمل شروحات الخرسانة. اتمنى انكم تزورونا على اليوتيوب، لانك انت تكتب في محرك البحث في اليوتيوب او في محرك البحث في جوجل تكتب ابو سلمى لعمل شروحات الخرسانة والطلبة، وان شاء الله هتنزل لك كل حاجه احنا عملناها، وارجو من حضراتكم التعليق. ونتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان احنا بنعمل دوت ان شاء الله ورضاكم، واشكركم لمتابعتنا ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هنتكلم على اختبار من الاختبارات اللي هي خاصه بالخرسانه الهارد وكريت، وهو اختبار مهم جدا وهو اسمه البروستي. واحنا بنعمل اختبار البروستي دوت هنطلع حاجات كتير منه ان شاء الله، بس يا ريت ان احنا نرجع للمواصفه الامريكيه الاي اس تي ام سي 642. الاختبار دوت هنطلع منه الامتصاص اللي هو الابسوربشن، وهنطلع منه البالك بتاع العينه، وهنطلع منه البالك درايف ويت، وكمان البروست هو اهم حاجه هنطلعها. عشان اعمل الاختبار دوت، عشان اللي يهمنا في الاختبار دوت هو طريقه حساباته. الاختبار ده هيتم ازاي؟ ان انا هجيب عينة خرسانة سواء كانت من المكعب سواء كانت من الاسطوانة او ايا كانت الخرسانة ديت، ونحاول ان هي تكون في حدود 350 سم مكعب لو قدرنا نكعبها، او ان هي الوزن بتاعتها ما تقلش عن 800 جرام. العينة ديت لما هجيبها لازم انظف العينة كويس انها تتمسح كويس، ما يكونش فيها اي حبيبات عالقة فيها، ما يكونش فيها اي ترابة، تكون ايه نظيفة. بمعنى ان الراجل هيجيب العينة، طريقة الاختبار هتتم ازاي؟ هجيب حتة الخرسانة ديت وهيغسلها كويس وينظف من اي تراب عليها ديت، وبعد كده هيحط العينة دي في الفرن. هيحطها في الفرن ديت درجة حرارة من 100 ل 110 يعني 105 زائد او ناقص 5 درجات، وبعدين يسيبها في الفرن لغاية ما تدفي تماما لمدة 24 ساعة، وبعدين يوزنها ويرجعها الفرن تاني لغاية الوزن ما يثبت وما يكونش فيه أي فرق في الوزن من بعض، ما يزيدش عن 0.5%. يبقى احنا ناخد بالنا ان دي كده أول وزنة اللي هي وزنة جافة، ويرقم العينات ويعمل عليها مرات صح. وبعد كده دي احنا كده خدنا اول خطوه، ناخد بالنا من الحاجات دي عشان نخش معاها حسابات. الحاجه الثانيه بعد ما اطلعها من الفرن وخلي الوزن خلصنا منها خلاص، هيسيبها لغايه ما تبرد وتبقى توصل لدرجه حراره المكان اللي هي فيه، تبقى من 20 ل 25 درجه درجه حراره المكان اللي احنا فيه دوت، لغايه ما تبرد خلاص. بردت وزن خلصنا، ياخد العينه اللي هو معاه ديت ويحطها في الميه يغمرها لمده 24 ساعه. الكود الامريكي اللي هو الاس ام سي 642 بيقول لي ممكن تسيبها لمده 48 ساعه عشان تتاكد ان حصل لها امتصاص كامل. بعد العينه ما تغمر كل حاجه هيطلع العينه من الميه ويمسحها سطحي، وبعد ما يمسحها سطحي يوزنها عشان نقدر نعرف كميه الميه اللي في ديت تاني وزنه احنا عملناها. وزنها وكل حاجه يبتدي يجي المرحله الثالثه او الخطوه الثالثه او البند الثالث يخش معانا في الحسابات، هو ان هو هيحطها في الميه ويحط ويعرضها للغليان، غليان لمده 5 ساعات متصلين، يعني يغليها لمده 5 ساعات متصلين. بعد ما غليها وكل حاجه هيسيبها جوه الميه تبرد، هيسيبها جوه الميه تبرد لمده 14 ساعه. لمده 14 ساعه لغايه الميه ما ترجع لدرجه حراره المكان اللي هو فيه زي ما قلنا اللي هو من 20 ل 25، يبقى دي الثالث مرحلة عملناها. غلو كل حاجة هياخد الحاجة حتة الخرسانة دي ويوزنها فوق الميزان، يوزنها بيبقى كده دي الوزنة الثالثة اللي هي وزن عينة الخرسانة أو وزن العينة بعد الغليان في الهواء، يعني يحطها على الميزان من فوق، يبقى دي الثالث وزنة. وزنها كل حاجة هيبتدي يطلعها، وبعد ما يطلعها هيوزنها جوه المية، يعني يعلقها في السله ويسقطها جوه الميه وياخد الوزن بتاعها لغايه الوزن الرابع بتاعها. يبقى احنا عندنا كده 4 وزنات، الوزن الاولانيه جافه، الوزن الثانيه مشبعه، الوزن الثالثه مشبعه بعد الغليان، الوزن الرابعه مشبعه بعد الغليان في الميه. دول الاربع اوزان اللي احنا هنحتاجهم في الحسابات، وبعد كده نوصل للبروست. هنشوف كده مع بعض بقى المواصفه اللي احنا
عملنا الاختبار من خلالها، واحنا قلنا عليها اللي هي المواصفه الامريكيه الاي اس تي ام سي 642. اهي هنطلع زي ما احنا هنطلع ان شاء الله مع بعض بالحسابات الدينستي والابسوربشن، وبكاتب لك كمان ايه الفويس ان هاردند كونكريت. هنطلع كل الحاجات دي ان شاء الله من المواصفه البسيطه الجميله اللي قدام مننا دي ان شاء الله. برضو فيها موضحه ان احنا ناخد حته الخرسانه ازاي والحجم بتاعها، بيقول لك اهو نوت ليزان ما تقلش عن 350 سم مكعب، والوزن تكون في حدود او تقريبا ابروكسيماتلي 800 جرام، وادي عليها علامه واضحه اهيت. وطريقه اجراء الاختبار نفسه بيقول يعني جفف العينه، اهي عليه البروسيدور، هي عليها علامه اهيت بدرجه حراره من 100 ل 110، ونسيبها لمده 24 ساعه لغايه الوزن ما يثبت، ونسيبها نطلعها من الفرن ونسيبها بدرجة حرارة 20 ل 25، ولو كانت محتاجة تاني ان احنا لقينا الوزن بيتغير نرجعها تاني للفرن حتى عليها علامة اهيت اجين اهيت، ناخد ادي العلامة واضحة اهيت. وهنا برضو في طريقة الاختبار هو ساتوريتد ماس افتر اميرشن، اللي هو بعد ما نغمر العينة، بيقول في درجة حرارة 21 درجة فترة ما تقلش عن 48 ساعة. ولو لقينا الوزن بيختلف اكتر من 0.5% برضه نرجعها تاني الميه لمده 24 ساعه، وادي عليها علامات اهيت ماركات واضحه اهيت. وبعد كده تحت اهيت هناخد بالنا الفقره 5-3 بيقول ان احنا نعرضها للغليان لمده 5 ساعات، ودي كانت محل اعتبار برضه من بعض زمايلنا اهيت عليها علامه اهي هحاول اوضحها. 5 ساعات اهيت غليان، وبعد كده نسيبها تبرد فترة ما تقلش اهي فور نوت لزان، يعني فترة ما تقلش عن 14 ساعة لدرجة لغاية ما المية توصل والمية تكون درجة حرارتها من 20 ل 25، وبعد كده اطلعها من المية اللي انا كنت اللي كانت اتغلت فيها. الخطوة هي بيقول بعد كده اوزنها جوه اوزنها في المية، اوزن قطعة الحجر الخرسانة ديت اوزنها في المية، وادي عليها علامة واضحة اهيت. وبعد كده طريقة الحسابات اللي احنا ان شاء الله هنحسبها مع بعض ونكمل حساباتها ان شاء الله حضراتكم من المواصفة اللي هي قلنا عليها الـ STMC 642. شفنا المواصفة اللي احنا بنتكلم من خلالها، وانا بقول لزمايلي اكتر مرة احنا بنطبق بطريقة بنطبق مواصفة بمعنى اصح، مش بنألف طريقة ولا حاجة من دماغنا، ولا احنا بنغير في المواصفات اي حاجة، احنا بس فكرتنا كلها ان هي بنحاول نبسط الفكرة لزمايلنا الفنيين او زمايلنا اللي عايزين يشتغلوا في المعمل، يعني نبسط الامور في حدود امكانياتنا. احنا شفنا الجزء العدد ده كله، انا هعتبره ان شاء الله الجزء الاول من الاختبار اللي هو البروستي او المسامية بالنسبة للخرسانة المتسلطة. اتمنى برضو ان من زمايلي بعد ما يشوفوا الفيديو ده كله ان شاء الله يرجعوا للمواصفه ويقروها، ولو كانت في اي حاجه خطا برضو يكملوها من المواصفه، والمواصفه دي زي ما قلت اكثر من مره هي الحكم او المرجع لاي حد بيشتغل في المعمل، يعني كلامي لو كان في خلاف ما بين وما بين المواصفه لا كلام المواصفه هو الصحيح. وانا اعتقد ان حاولت بقدر المستطاع او بقدر امكانياتي ان احنا نتكلم في حدود المواصفه، ما نتعدهاش ولا نخترع طرق جديده ولا اي حاجه. الحاجة التانية أرجو من زمايلي الفنيين يراجعوا الفيديو كويس والكام خطوة اللي احنا عملناهم في الاختبار، وهم تقريبا الراجل عمل حوالي 7 خطوات وقدرنا يوصل من خلالهم لأربع أرقام أو 4 معطيات، دول اللي هيكونوا محل الجزء الثاني من الاختبار دوت، وإن شاء الله هيكون حساباته أي نعم هي معقدة شوية، لكن إن شاء الله هحاول أبسطها في حدود امكانياتي، والامور ان شاء الله هتبقى بسيطه جدا، واتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان انا اوفق. هكتفي بالجزء دوت ان شاء الله زي ما قلت لحضراتكم، واتمنى ان اكون وفقت، واشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. واشكركم لحسن متابعتكم، وكان معكم اخوكم عبد الناصر احمد بربري لعمل شروحات الطلبه، واتمنى ان اكون وفقت، وارجو منكم التعليق، ما تنسوش متابعتنا على يوتيوب وعلى صفحتنا في فيسبوك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.